معانا الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي. اهلا كابتن شوقي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، ازيك يا عمرو؟ طبعا الحمد لله ان احنا شايفينك بخير، اهم حاجه دي. ربنا يخليك، وسعيد جدا سعيد جدا ان انا سامع صوتك. الله يخليك، دايما نشوفك كده منور على طول كده باذن الله. وانا فاهم انه خلاص احنا ايام او يومين يعني وسيبدا المعسكر المغلق المفتوح علشان نبتدي نشوف اللعيبة بتاعتنا، ايه الاخبار وايه الاستعدادات وبتعملوا ايه؟ هو فعلا احنا كنا في اتفاقات ان احنا كنا المعسكر هيبدا من بكره باذن الله، اول يوم تجمع هيبقى الساعه 12:30 الظهر، وبعد كده هنبتدي التمرين، اول يوم تمرين، وزي ما انت قلت بالظبط فعلا هو معسكر مفتوح. كان المفروض ان احنا هنعمله معسكر مغلق، وكنا هنلعب مباريات، وكان في اتفاقات على مباريات. كان في مثلا سكه ان احنا كنا متفقين ممكن نلعب الارجنتين في الاجنده دي، او ممكن نلعب جنوب افريقيا، او ممكن نلعب استراليا. تعرف التنقل بين الدول واللعيبه المحترفين وسفرهم في الكويت 19 ده عامل طبعا بالنسبه لنا مشكله. اللعيبه عندنا يعني المنتخبات ما تقدرش تحصل على لعيبتها، وفي دول بتمنع الدخول والخروج، ولما بيرجع بياخد في كارانتين. كل ده طبعا عامل مشكله. ففضلنا ان احنا خلال المعسكر ده ان احنا نعمله معسكر داخلي، معسكر تدريبي على طرق اللعب واسلوب اللعب اللي بنلعب بيها. الدوري العام افرز لعيبه كويسين الحمد لله. انا شفت الاسامي اللي حضرتك منتقيها كلها لعيبه محترمه وموهوبه بصراحه. وعشان كده احنا قلنا لازم ندي للناس دي فرصه، لان احنا ما نعرفش لما نيجي يوم 30/6 نختار القائمه النهائيه ايه اللي هيبقى سليم، مين سليم ومين مصاب ومين عنده الكورونا ومين ما عندوش، او مين جات له ومين ما جاتوش. كل دي كلها حاجات احنا بنحط دايما في كل مركز عدد من اللعيبه على اساس يبقى عندنا اللعيب والاحتياطي بتاعه والمجموعه، يبقى عندنا عدد كبير من اللعيبه كلهم تحت رؤيتنا. فكل مجموعة كبيرة يمكن حدود 10 لعيبة برزوا خلال الدوري في الفترة الأخيرة من أندية كتيرة، دول برضو جبناهم هنجيبهم معانا المعسكر. في بعض اللاعبين أعفناهم من المعسكر ده، إن هم حاجات، واحد كان عنده إصابة بيستكمل العلاج، واحد مثلا كان عنده مشكلة في النادي ويتحلت خلاص وبدأ ينتظم في تدريباته وينتظم في حاجته، والحمد لله يعني كل دول احنا بنجهزهم عشان. طيب دلوقتي انا عارف ان سؤال بدري شويه، ولكن اللعيبه اللي فوق السن يعني، وطبعا والتركيز على صلاح وعلى الشناوي، يعني ايه الوضع؟ الوضع هل فعلا صلاح ممكن يكون هو اللي هيكون موجود معانا في طوكيو ان شاء الله؟ هي يمكن اللائحه فعلا استاذ حضرتك، اللائحه فعلا بتقرر ان احنا عندنا 18 لاعب للبطولة، بس هم 18 لعيب زائد 4 بصفة احتياطية، دول مش هيشاركوا، يكونوا معانا نقدر نغير منهم في الإصابات. بس ال 18 دول من حقنا إن احنا ناخد منهم 3 لعيبة فوق السن. يمكن في أول يوم احنا بعد البطولة على طول، كنت أنا مع حضرتك في الحلقة، أيوه، في أول يوم اتكلمنا على صلاح. من يمكن يعني أنا بفتكر كان تاني يوم البطولة تقريبا، كان يوم 23 صحيح 11 2019 كنا بنتكلم على صلاح. وفعلا احنا في خططنا اللي جايه، انا مستني يمكن القرعه يوم 21/4، ويوم 21/4 يبان الهيكل كله. احنا عندنا بلان كامل دلوقتي لما كل مجموعه تبقى فين. عندنا مثلا الفنادق، عندنا الملاعب، عندنا مواعيد المباريات، عندنا كل حاجه من الاتحاد الدولي مبعوث لنا كل شيء، لكن احنا مستنيين القرعه. بس احنا هنخش الجروب ايه؟ الجروب اللي هنخشه هيبان عليه كل حاجه، نقدر في الوقت ده ان احنا نخاطب نادي ليفربول بفايل كامل في كل حاجه، لان انت عارف الناس دي برضو طبعا مش هيجوا يقولوا لنا مثلا ايه، مش هنقول لهم اصل احنا عندنا ماتش يوم 22، طب هتلعبوا مين؟ نقول له اصل انا مستني مش عارف. هو عايز بلان واضح، تحركاتي، تدريباتي، الشغل اللي هنشتغله، الناس هنسافر امتى، هنبقى متواجدين امتى، الفندق اسمه ايه، الاماكن ازاي، اماكن الاقامه، كل شيء بتبقى انت عارف ان دول برضه. هو كلوب عنده مشكله ان صلاح يروح المنتخب الكبير، مش حال بقى ما تقول له انا واخده الاولمبي كمان يعني، واقول له كمان انا واخده ولسه ما اعرفش انا هيلعب فين ولا هيقعد فين ولا هيعمل ايه. فلازم يبقى عندنا ملف كامل. احنا كاتحاد بصراحه قايمين على هذا العمل بطريقه احترافيه، كدوله برضه قايمين على هذا العمل. فانت بقى كانك بتقول لي ان موضوع صلاح ده لغايه دلوقتي موضوع مش واضح قوي، لانه اغلب
الاخبار اللي موجوده صلاح هيكون القائد في طوكيو، صلاح هو اللي حي يعني، ده موضوع لسه يعني قدام وقت، ولا انا فاهم غلط؟ لا فعلا كلامك زي ما انت بتقول، احنا رغبتنا الاكيده ان احنا يبقى معانا صلاح. هنبعت الفايل ده كله لنادي ليفربول يوم 21. اللوائح عندها نص في اللوائح بتقول ان 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 دي علاقه لابد يكون ما بيننا رغبتنا في انضمامه. موافقه النادي شيء اساسي، يعني موافقه نادي ليفربول هو شيء اساسي في انضمام صلاح يعني، ورغبه صلاح نفسه يعني. طبعا كمان الكلام بقى، بما اننا لسه مش عارفين اذا كان صلاح جاي ولا لا، الكلام بقى انه في خناقه بينه وبين رمضان صبحي مين هيبقى كابتن الفريق بتاع، كل ده هجس طبعا. لا 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 لا، ما عندناش احنا في المنتخب الاولمبي معاهم، ممكن انت اللعيبه جت وجت معاك وانت شفتها، ما عندناش الكلام ده خالص. لا عندنا في خناقات، ولا عندنا في زعل، ولا عندنا في لعيبه. اللعيبه مسيره الحمد لله، بنتعامل معاهم بفكر اللي موجود، بنتعامل معاهم كلنا يعني. عايز اقول ايه، كنا لازم كلنا نغير الارض بتاع المخ بتاعنا، كل لازم نغيره كله عشان نقدر نتعامل معاهم. يعني ازاي نقدر نتعامل مع لعيبه في عمر 19 و18 و20 و21 و22 سنه، ازاي تتعامل معاهم؟ لازم انت اللي تنزل لهم، مش هم اللي يطلعوا لنا. فبدانا الحمد لله ان احنا بنتعامل معاهم بعقلياتهم قبل ما نتعامل بعقلياتنا احنا. كابتن شوقي الفريق غني عن البيان طبعا، انه لازم من بدري ومن دلوقتي الناس دي تتطعم. يعني سيبك بقى من البي سي ار، خلاص العالم انتقل الى مرحله اخرى اللي هي مرحله التطعيم. هنعمل ايه مع الناس دي عشان لازم يكونوا متطعمين وواخدين الجرعتين بالمسافه اللي بينهم علشان يوم ما يجوا يروحوا طوكيو واخدين التطعيم؟ هو من ضمن الشروط اللي جات لنا من اللجنه الاولمبيه الدوليه ان احنا مش هنقدر نلعب البطوله الا لما نكون واخدين الطعمين، يعني التطعيم الجرعه الاولى والثانيه. الاولى والثانيه، واللجنه الاولمبيه الدوليه هي هتتحمل تكلفه الايه؟ التطعيم ده بالنسبه لكل الفرق المشاركه، يعني كل الرياضيين المشاركين في الالعاب كلها الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه الدوليه هي اللي تتحمل التطعيم. انما التطعيم بيبقى جوه بلدك، ما بيبقاش في حته تانية، فلازم لا يتم توفير مصروح. لا اعتمرت في زعمر. يعني هيكون التطعيم فين؟ في مصر. زي ما انا فاهم، فانت لازم من دلوقتي يكون عندك قرار واضح الناس دي هتطعم امتى. لا ده يكون في مصر، ويكون من التطعيم اللي وزاره الصحه العالميه موافقه عليه واخد، وهو ده التطعيم المعتمد اللي ممكن تدخل بيه عشان تقدر تلعب بيه في البطوله او تلعب بيه في المسابقات. ده هيبقى موجود بجانب الاقامه كلها، تبقى في الفقاعه اللي معموله هتبقى بنفس النظام، الدخول الخروج التحركات كل شيء احنا بعتينهم لنا بعتينه على اساس هو ده النظام اللي هنمشي عليه كله بكل حاجه. لكن عمليه التطعيم ده شيء هيبقى شيء اجباري للمسابقات كلها، لكل الرياضيين اللي هيشاركوا في البطوله باذن الله. احنا ان شاء الله اول ماتشات لينا في شهر ايه؟ اول مباراه في الجدول يوم 22/7، المباراه الثانيه يوم 25/7، المباراه الثالثه يوم 28/7. طب كويس، يعني هنبقى يعني بقى في الصيف وقاعدين بنتابع، رغم طبعا فرق التوقيت وكده، ولكن هنتابع طبعا ماتشات المنتخب بتاعنا ونشجع ونبقى سعداء لانه منتخب محترم فعلا. هو الحمد لله ماتشاتنا تقريبا هتبقى بالتوقيت اليابان هنا في مصر، هتبقى معظمها بيبدا من 10 او 12 او الساعه 2 الظهر. يعني هي دي مواعيد المباريات اللي جايه لنا، ان احنا لو كنا في مجموعه دي هنلعب 10، لو كنا في مجموعه تانية هنلعب مثلا 12، لو كنا في المجموعه من الثالثه او الرابعه هنلعب الساعه 2. ده المواعيد اللي هي بتاعت المباريات. بعد كده هيبقى عندنا دور الثمانيه هيبقى يوم 31/7، ودور قبل النهائي يبقى يوم 3، النهائي يوم 7. يعني احنا فهمنا وضع صلاح، وضع الشناوي ما اظنش معقد قوي كده بقى. لا احنا اللعيبه المصريين ما في عندهاش مشاكل خالص. احنا ايدنا اكتر من 10 لعيبه، ال 10 لعيبه دول اللي ايدناهم هم اللعيبه الكبار اللي فوق. يعني هيبقى شيء عظيم برضو ان انت يبقى الحارس المرمى بتاعك الشناوي، يعني حاجه برضو جيده لانه ده يعني من حراس المرمى الجيدين على مستوى المنطقه كلها. حتى هو طبعا الشناوي احد حراس مصر، حارس مصر الاول، وباين مستواه باين واضح وكل حاجه. لكن كل ده كل ده احنا منتظرين لما نشوف احتياجاتنا ايه في الاخر، يعني لما نيجي يوم 30/6
المراكز الشغل عندنا ايه. لو مركز حراس المرمى، لو مركز في قلب الدفاع، لو مركز في نص الملعب، لو مركز في المهاجمين. يمكن الوحيد اللي احنا خاطبنا بيه او هنخاطب بيه او اتفقنا عليه كلنا كجهاز هو محمد صلاح، يعني الوحيد اللي فيه اجراءات هتبدا تتم من 21/4 بعد 21/4 لانضمامه هيبقى محمد صلاح. اي لعيب تاني هينضم معانا هينضم اعتبارا من بعد يوم 30/6، لان هو ده اخر يوم اللي هنقدر نعيد فيه القائمه النهائيه اللي هي هتسافر سواء اداريين او لعيبه او جهاز فني. كل دول هيبقى من بعد يوم 30/6، واللي هيبدا معسكرنا فيه باذن الله من يوم 5/7 الى يوم 22 اللي هي البطوله. كابتن شوقي غريب، بالتوفيق، ومصر كلها وراك، منتخب محترم ومدرب كبير واداء عظيم، وان شاء الله كلنا وراك، وان شاء الله نعمل نتائج جيده جدا. شكرا لك فندم.